اهلا بحضراتكم جديد ومكملين حوارنا مع فريق 18 سنه الناشئين لكره السله اللي فازوا ببطوله الجمهوريه منذ ايام. في البدايه برحب بكريم حاتم صانع العاب الفريق واحد ابرز النجوم. اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك يا كريم. منورنا. ربنا يخليك. والعظمه والجمال والمستوى والمجد ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا كابتن ياسر. معانا احد النجوم الحقيقه اللي هيكون لهم شان كبير في الفتره القادمه خاصه اللي بيلعب تحت الحلقه والمركز ده نادر. معانا اللاعب عمر عماد. اهلا بيك عمر. ازيك يا كوتش؟ حضرتك عامل ايه؟ منورنا حبيبي يا كوتش. يعني قول لي البطوله دي ايه قصتها؟ وهل انت كنت متوقع في البدايه انت تفوز ولا الماتشات كانت صعبه؟ ايه القصه؟ لا احنا عندنا كلنا احنا حاطين امل ان احنا نكسب البطوله دي مهما حصل، مهما اللعيبه موجوده مش موجوده، حاطين امل ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. ما قلقتش لما لقيت في لعيبه مش موجوده، سيف سافر، لعيبه تم تصعيدها للفريق الاول، لعيبه راحت مع المنتخب زي كريم، يعني ما حسيتوش في لحظه ان انتوا قلقانين ممكن تخسروها ولا لا؟ لا طبعا زعلنا طبعا، بس برضو احنا عندنا ناس ثانيه احسن. صحيح. يعني غيارات كتير، ناس كويسه برضو، يعني كابتن اسلام برضو هو كان مجهز كل الفرق الحمد لله. صحيح. طب قول لي يعني اكتر توجهات كابتن اسلام ليك ايه؟ يعني انت كلاعب تحت الحلقه، ايه اكتر حاجه كابتن اسلام يقولها لك وانت نازل الملعب وانت خلاص لاست انستراكشن او لاست انفورميشن قبل ما تنزل الملعب؟ طبعا الريباوند والاوفنس ريباوند، وبرضو اقابل اي حد دخل في الحلقه احمي الحلقه، وبرضو ارجع اول واحد احمي الحلقه برضو. يعني يعني كل كلامه في الديفنس. ديفنس وريباوند. ما كانش توجهاته ليك في حط الباسكت او بتاع؟ لا لا، انت اهم حاجه عنده كابتن اسلام طبعا السيستم هو الدفاع. بالزبط. طب اكتر دفاع بتحبه ايه؟ يعني انت بتحب انت كراجل تحت الحلقه، هل بتحب المان تو مان؟ بتحب زون؟ هو الاثنين، بس برضه بفضل الزون اللي انا كنت اتحلق يعني كل اي حد يخش كده. الطوال بيحب الزون يا باشا، انا قاعد مكاني اللي عايز يجي صح؟ مش كده ده بيحصل؟ بالظبط. هو واقف تحت الحلقه، الجردات هم اللي بيروحوا بقى بيروحوا يجيبوا بيتمرمطوا عيني. والله قول له يا كريم احنا اتمرمطنا ياما، انما السنه تحت الحلقه يا باشا والكوره بتتشاط يا جت ثلاثه بوند يا لما. فالموضوع بالنسبه لك سهل جدا يعني. طيب قول لي يعني مين مسك الاعلى؟ كابتن غنام وكابتن هاب الألفي. كابتن نبيل هاب الألفي. كابتن هاب الألفي يا راجل. انت حضرت كابتن هاب الألفي؟ طبعا شفته بيلعب. بشوف ماتشات ليه صغير الراجل، لحد يشوفه ده هاب الألفي سني يعني راجل بطل. لا بشوف فيديوهات ليه يعني. شفت له فيديوهات. يعني انت بتحب كده من كلامك ده، بس الاثنين عكس بعض يعني. هاب هو طبعا طارق غنام قوي في الحلقه، وكابتن هاب الالفي عنده شوطه من بره وكده. بتشوط انت يعني نفسي صراحه. بس مفيش كلام ده. انا بتمنى ان اشوط يعني، انا حاسس اني بعرف اشوط انت. لا ان شاء الله تشوط وتجيب وتطلع درجه اولى وتتالق يعني ما شاء الله عليك. اجي لك يا كريم، يمكن انت ما شاء الله السنه دي سنه سعيده عليك. ما شاء الله يا ربنا يا رب يحفظك ويحفظ كل اللي زيك، حاجه يعني جميله، ادب وخلق ولعب وكل شيء. لما استدعيت من قبل الاتحاد للمنتخب صدقت ولا استوعبت ولا كانت صدمه؟ بصراحه طبعا كانت صدمه كبيره يعني، ولا في الحسبان كده قاعد لقيت فاكس. فاكس بقى المكتوب في الفاكس ايه؟ كنت انا برضو كنت انا وعمرو زهران، وكان معايا محمود وليد، وكان معايا عبد الله نصر. عبد الله نصر بس لاعب المنتخب الكبير. الاولمبي بقى اللي هو ايه المهارات. بس ده الاولمبي. بس الاول انتشر على السوشيال ميديا ان انت داخل معسكر المنتخب الكبير. بعد كده بقى صححوا مع الخبر بقى. بس ايا كان ما شاء الله عليك 18 سنه. كاصغر واحد كمان. يعني حاجه خلي بالك، بوين جارد المركز ده مش دايما بيخشوا صغيرين. صح. يعني يقول لك استوي الاول. بس انت بيميزك حاجه يا كريم بصراحه، بوين جارد طويل، عينك فوق، سريع، بتشوط، يعني ما شاء الله عندك يعني مجموعة مهارات. طب استفدت ايه لما رحت تجميع المنتخب دي؟ والله الاستفادة طبعا كانت حلوة طبعا، حتى سنية كمان بلعب مع لعيبة كلهم اكبر مني يعني طبعاً. انا اصغر واحد خالص فيهم. استفدت كتير بقى، ان مثلا الخبرات طبعا بتاعت لعيبة كبيرة، ان انا يبقى دايما كورتي مرفوعة طبعا، اي ريباوند اي اوتلت باخدها لازم طبعا ببقى قاري الملعب من اول واحد. اهم حاجة الفاست بريك طبعا ما يوقفش خالص. صح. نعدي الملعب اسرع حاجه. طب البادي كونتاكت والالتحامات؟ لا طبعًا. لازم ده قبل اي حاجه. انا عايز اقول لك يعني احنا ما شاء الله رحنا سبعه رجع اربعه مصابين. يعني ما شاء الله راح المنتخب رجع عندنا عمر عزم مصاب، وسيف سمير، وعبد الله ناصر، ورجع لنا عمر طارق. فواضح ان التمرينه كانت بتبقى اسيا. انا كابتن روي بصراحه رهيب في التمارين، يعني تمرينه بجد. طب خليني اقول ان اللي عرفك بالناس هي فرقتك. 18 سنه الفرقه اللي انت معاهم وهم معاك وانت واحد منهم، هم اللي عرفوك وانت تألقت معاهم. طبعا. يعني انت ما شفتش غير في فرقتك، يعني ما طلعتش درجه اولى. طب قول لي يعني انت
يعني بتحب ايه في فرقتك؟ شايف ايه في فرقتك مش موجود في اي فرقه؟ اهم حاجه في فرقتي بصراحه بحس ان هي ميزانه دايما عن اي فرقه، ان احنا الحب اول حاجه، ان احنا كلنا قلبنا على بعض، اي حاجه الروح كمان بينا وبين بعضنا، كلنا عايزين، مش فارق مين يلعب بالاول، مين يبتدي، مين يطلع، الكلام ده كله مش فارق. اهم حاجه طبعا الروح بقى والقلب، وكمان الرغبه في المكسب. نعم. يعني احنا من غير الرغبه ومن غير حبنا على بعض ومن غير الروح الحلوه اللي كانت بين اللعيبه كناش طبعا هنحقق اي حاجه. اللي عجبني يا كريم انت ما اتكلمتش عن الفنيات. نعم يعني الفنيات دي اخر حاجه. اخر يعني حاجه بعد يعني اتكلم عن حبكم مع بعض، اتكلم عن الروح، ودي اللي عملت الفرق في الجيل بتاعكم. يعني ما شاء الله، يعني انت بتتكلم على عامل هو الاساس، لو انت ما فيش روح ما فيش حب مش هتتقبل اللي حواليك. اكيد. فيمكن ده هو اللي ميزكم بشكل. طب قول لي يعني نفسك تلعب مع الدرجه الاولى؟ والله يعني انا كمان اتصعدت، لعبت معاهم ماتشين ولا ثلاث ماتشات تقريبا، اتصعدت ولعبت معاهم. لا انا قصدي اقول بقى يعني تبقى خلاص درجه اولى والله مستنينا اللحظه دي. مستنيانا ومنتظرينا مستنيره بكل فارغ الصبر. ان شاء الله تيجي، ان شاء الله تيجي. ويعني انت عارف ان يعني انت من اللعيبه ما شاء الله اللي طالع يعني حاجه كويسه، وفيك ميزه ان يعني انت ممكن تلعب في اكتر من مركز ما شاء الله. ويمكن برضو نفس السؤال لعمر، نفسك يعني تلعب تصعد، يعني حلم ليك انت تكون في الدرجه الاولى؟ طبعا طبعا شرفني طبعا اكون في الدرجه الاولى، وحاسس لو تلعبت هتسد. ان شاء الله. حلوه ان شاء الله يعني تسد باذن الله. لا يعني انت يعني اكيد اتمرنت معاهم فتره، اكيد طلعت. حسيت ان الدنيا بعيده ولا انت الموضوع قريب؟ لا طبعا الموضوع مش بعيد قوي زي ما انا كنت فاكر يعني. ايوه برافو عليك. بالظبط يعني. والتمرين فعلا كانت حلوه قوي الصراحه. وانا استفدت يعني كخبرات، كديفنس، كأوفنس، كابتن جوستي برضو قال لي على كذا حاجه، فتعلمت منها واستفدت منها. بالظبط. طب قول لي يمكن انت طلعت اعاره سنه؟ لا انا رايح ب لا مش سغنى، رايح بفلوس مش يعني. يعني فاكس راح وكده. يعني يعني طالع اعاره ولا ايه ولا مش؟ لا لا يعني لا مش مستنين. معانا انا بسال كده يعني. مش عارف. صفقه صفقه يعني. انتقال كامل. بالظبط انتقال كامل. بس انت كنت اصلا ايه؟ كنت في الصيد. كنت في الصيد يعني انت اصلا من ناشئين الصيد وانتقلت النادي الاهلي صح؟ طيب يعني ليه يعني لما جه النادي الاهلي كلمك وافقت ليه؟ يعني هل انت يعني كان حلم من احلام حياتك انت تنتقل للاهلي؟ هل النادي الاهلي نادي كبير وانت هتسهر معاه؟ يعني برضو اكيد انتقالك للاهلي كان الاسباب طبعا. يعني نقله كبيره في حياتي طبعا ان انا اكون في النادي الاهلي. يعني انا مش النادي الاهلي بس هو اللي عرض فاكس وكذا في كذا يعني نادي، بس الحمد لله يعني كان نصيبي النادي الاهلي. ودي كانت رغبتك؟ طبعا. طب ورغبه والدك؟ خلي بالك في السن ده. انا بسال ليه؟ لانه في السن ده ساعات تبقى رغبه الولد حاجه وتلاقيه يعني بابا او مامته بيوجهوه في حته ثانيه، بس لما تلاقي العيله واللاعب كلهم ماشيين في اتجاه واحد بتلاقي الدنيا يعني الطب بكتير. طب قول لي يا كريم يمكن اصعب ماتش السنه دي كان ايه؟ يعني اصعب ماتش كنتوا نازلين وحاسين ان هو لا النهارده ماتش فعلا محتاجين نجز على اسناننا. والله احنا كان كل الماتشات دايما واخدينها ان احنا كلنا على ستاندرد واحد، ماتش ضعيف ماتش قوي كلهم هناخدهم. وما يتهيأليش ان احنا قابلنا يعني ماتش اللي هو احنا وقفنا كده. طب ماتش سبورتنج خلص يمكن 4-5. ماتش سبورتنج ما شاء الله كل الفرق واخدينها عشانات. ماتش سبورتنج بقى الفرقه كمان كانوا بطل جمهوريه السنه اللي فاتت، ان احنا كمان يعني متهيألي بس احنا كنا فكينا شويه العقده من سبورتنج يعني. بعد ما اخذوا مننا الجمهوريه السنه اللي فاتت ان احنا كمان لعبناهم في مرتبط مرتين والحمد لله كسبنا مرتين، مره على ارضهم ومره على ارضنا. فكيتوا خلاص يعني خلاص جربتوا بقى. الفرقه سبورتنج بصراحه معاهم كابتن هيثم مدرب طبعا على اعلى مستوى. هيثم كامل جيلي هو ما شاء الله ولد ممتاز، وكمان هو مساعد كابتن هادي بدر في الدرجه الاولى فماسك 18 سنه. معاه فرقه طبعا مميزه جدا، فيهم اللي بيخشوا وفيهم اللي بيشوت وفيهم اللي بيعمل الاثنين، ومعاهم ريباوندر تحت الفرقه. فهو تقريبا كانت فرقه بنفس مقومات بتاعت الفرقه بتاعتنا تقريبا. كان الفرق بيننا وبينهم بس ان احنا كمان عندنا، مش عايز اقول بنش، بس عندنا كان لاي وقت لو في دروب حصل لاي لعيب يقدر يساعد ويقدر يكمل. بس هي دي كانت اكتر حاجه يعني تقدر. يعني انتوا بالنسبه لكم المباراه كلها كانت واحده، كلها كانت مهمه التركيز فيها وما فيش فرق من المباراه، وده اللغه اللي يتكلمها اللعيب البطل او الفرقه البطل. مش فارق معاه الفرقه مين بيلعب مين، انا بقدم مستوى. انت قلت ستاندرد كلمه كابتن اسلام. انت بتلعب واضح ان هو محافظها لكم تماما. انت بتلعب عندك ستاندرد بتلعبه، وبعد كده بقى مالكش دعوه لون التيشيرت اللي قصادك ايه. انت بتلعب بمستواك بس، مستوى اللي انت عايز تلعب بيه عشان تتخطى يمكن المباريات الثانيه. بس خلينا نتكلم بقى عن الشق الثاني، المذاكره. مش الكلام ده يا باشا. المذاكره دي يعني لا بس مين لازم نتكلم يعني. انت 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 في سنه كام الاول؟ انا ثالثه سنه. ايه الاخبار الدنيا ايه؟ ماشيين حال يعني. ماشيين حال يعني ان شاء الله. طب انت نفسك تدرس ايه؟
في الجامعه اخش يعني لو بيزنس ان شاء الله. بيزنس ان شاء الله. انت شايف ان انت حابب تخش بيزنس؟ طب وانت يا كريم؟ انا برضو شايف ان بيزنس اسلم حل. كمان يعني هتسلم مع الرياضه. هتسلم طبعا الرياضه. وكمان في نفس الوقت ليها مستقبل يعني حاجه تقدر تقدر تخلص لنفسك يعني ليها مستقبل في كذا في كذا مجال. بس طبعا انا ليه بقول كده؟ بقول انه اللاعب دايما بيقابله يعني صعوبات من ناحيه امتحاناته. بالظبط. يعني انتوا كنتوا مثلا عندكم درجات التفوق الرياضي زي ما كان كابتن اسلام بيتكلم، عندكم بعد كده الامتحانات الثانويه العامه، فانت لابد ولازم تبقى انت جاهز ومتحمل العبء ده. طب قول لي يعني لما بتتكلم في البيت معاهم يعني في البيت وكده والمذاكره بيضغطوا عليك ولا؟ هو ساعات وساعات الصراحه، لما يقولوا مضغوط فعلا في التمارين يعني بيسيبوني. انا عاجبني صراحه عمر. ساعات وساعات لما بصراحه لما بيقسوا مني خلاص بقى بيقولوا لي لا شكرا. ما اكيد عندك تمارين يا عيني وعندك ماتشات وعندك وعندك، واكيد انت عارف مصلحتك يعني اكيد. يعني بالزبط. انت مش يعني نفس الكلام يا كريم الوضع ايه بالنسبه لك؟ لا بصراحه هم عندهم قصه المذاكره دي شادين قوي عليها بصراحه. عندنا انت ليك اخ يا كريم؟ انا ليا اخ اصغر مني. ما شاء الله. وبيلعب باسكت؟ بيلعب باسكت. فين بقى؟ تحت كام؟ تحت 18، تحت 16 سنه. 16. ما انا صحيح انا حضرت مره تمرين وحتى انتوا نفس الشكل تقريبا. خدت بالي. واختك بتلعب كمان؟ في الفيرست تيم اهلي. ما شاء الله. يعني انتوا ما شاء الله عيله سلويه من الطراز الاول. بس بابا وماما كانوا بيلعبوا ولا لا؟ لا لا ما حدش فيهم بيلعب. طب انت عمر؟ انا بابا كان بيلعب. بيلعب باسكت. فين؟ كان في الزمالك. كان في الزمالك. وبعد كده انت اتنقلت الصيد، لعبت في الصيد؟ لا انا كنت دايما في الصيد. يعني قصدي اقول لك انه يعني باباك لعبك في الصيد. يعني هو نقلك تلعب في الصيد. بالظبط. طيب يعني باباك لعب في الزمالك وكان من اشد الموافقين ان انت تيجي النادي الاهلي. لا مش لا ده الطبيعي لان هو يعني طبعا مستقبل ابنه اكيد هو شايف طبعا احسن. اكيد طبعا يعني مكان كمان هو شايف طبعا بالظبط. وليه نسبك يعني احنا طبعا بنهزر ولكن الوالد او الاب او الام بيبقوا عايزين ابنهم في احسن مكان. طبعا ده ما فيهاش هزار، احنا بس بناخدها يعني هزار. بس طبعا يعني كل الاحترام لوالدك ووالدتك. طب خلينا اتكلم يا كريم عن الفريق الاول. يعني يمكن انت على مستوى مصر ليك مثل اعلى. يمكن اتكلمت مع عمر قال لي انت برضو كنت قلت له قبل كده بس عايز اسمع منك مين ماسك الاعلى كده. والله انا بحب قوي كابتن وائل بدر. كابلي ميكر طويل وبيشوت وبره مصر حياتك. لا وائل بدر ومين تاني؟ كان وائل بدر وبحب قوي طريقه لعب ايهاب امين بصراحه. انت بص وائل بدر عشان هو بوينت جارد كان طويل زيك وشويت قوي ما شاء الله. ما شاء الله. وايهاب امين عشان جرأته وقوته وفنياته ومهارته في الملعب. فانت عايز تجمع بين الاثنين. بس على فكره اقول لك على حاجه، انت فيك الاثنين يعني ما شاء الله. انت جريء وشويت وطويل، بتقدر يعني ممكن تمسك جردات طويله وفي نفس الوقت وشك فوق. يعني انت جامع بالاثنين. ودايما انا بسال مثلا الاعلى ليه؟ لان هتلاقيك انت فيك منهم. زي ما قلت يعني لعمر هتلاقي عمر فيه كتير من كده طارق غنام، وهتلاقي فيه كتير كمان من 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 ايهاب الامين. يمكن هو مستني الشوطه هتيجي بالتمرين ان شاء الله. بس المهم لما تشوط كابتن اسلام بقى ما يطلعش. يعني كابتن اسلام اكيد معانا وشغاله دلوقتي. المهم لما تشوط تلاته وتجليها كابتن اسلام ما يطلعش على طول. بس اقول لك على سر تعمل ايه بقى لما شوطها في التمرين الاول. شوف رد فعلك. يعني ما تشوطهاش في الماتش. ما تاخدش جول الماتش على طول. في الماتش تلاقي نفسك على البنش على طول، انما في التمرين ممكن تبقى زعيقه. تيجي معاك يقول لك طب مره ثانيه يشجعك. فدايما في التمرين ابقى ايه يعني اديها. طب قول لي يمكن المنتخب اللي جاي تتمنى تكون معاهم في المنتخب؟ طبعا. احنا كمان حضرتك عارف بقى منتخبنا احنا اللي تحت 17 طالعين كاس العالم في اسبانيا. يا مسهل يا رب. احنا طلعت مجموعتنا كمان هنلعب ان شاء الله اول اسيا، ومعانا ارجنتين ومعانا بولندا. لا سهل قوي. يعني احنا سهل خالص. نتمنى بقى. يعني ما شاء الله معاك يعني ثلاث فرق. يعني بس احنا قدها وتقدروا تاخدوا مكان. وانا شايف الجيل بتاعكم جيل كويس. انا بشكرك يا كريم، نورتني وشرفتني. وانا ببقى سعيد جدا لما بشوف يعني معايا بشوفك في البرنامج. انت حاجه جميله وخامه ممتازه ان شاء الله في النادي. عمر كمان انا فرحان بيك النهارده ونورتني وشرفتني وخامه هايله. وان شاء الله نشوفك نجم من نجوم مصر ان شاء الله. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم، عندنا فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا. هينضم لينا كريم عمرو وبلال محمد، عندنا كلام كتير لسه مع فريق 18 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع فريق 18 سنه ناشئين كره سله واللي فازوا طبعا ببطوله الجمهوريه منذ ايام، كانت ثالث بطوله ليهم في الموسم. برحب ببلال محمد لاعب الفريق. اهلا بيك يا بلال. اهلا بحضرتك، منورنا. دي المره الاولى معانا في نادي الابطال. برحب بكريم عمرو احد طبعا نجوم الفريق واللي بيمتاز بالسرعه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا. الحمد لله. ابتدي ببلال. يعني بلال كانت بطوله صعبه. كانت بطوله صعبه فعلا، واجهتنا مشاكل كتير بس احنا الحمد لله كنا قدها. وكابتن كان محضرنا كلنا من اول السنه، فما كانش فيه صعوبات كتير. وقف قدامنا ان احنا ناخد البطوله.
طيب انا دايما بتفرج على تمرينكم، بسم الله ما شاء الله انتوا قبل التمرين بربع ساعه موجودين مربطين ومستعدين للتمرين، بلاقيك بتمرنوا بكل قوه، ويمكن كابتن اسلام كان معايا من شويه اشاد بده، يعني انتم مقدرين قيمه التمرين ولا لا؟ ايوه فعلا، هو كابتن اسلام كان بيجيبنا قبل التمرين، كنا لازم نبقى متواجدين قبل التمرين نص ساعه، نسخن نعمل استريتشات، لو في ملعب فاضي ننزل نشوط، وده كان بيساعدنا كتير يعني ان احنا نحسن النسب او كده. برافو، صح، يعني انا دايما كنت الاقيكم فعلا التمرين اللي قبليكم شغال وانتم واقفين في الملعب الثاني قاعدين بتسخنوا وبتعملوا استريتشات، كنت دايما بلاحظ ده في الملعب الحقيقي. طب قول لي، يعني يمكن سالت كريم اصعب مباراه قبليكم السنه دي، ايه اصعب مباراه قبليكم السنه دي؟ احنا بناخد كل مباريات كل الماتشات زي بعض، بالنسبه لنا الماتش الضعيف زي الماتش القوي، احنا عندنا ستاندرد حاطينه ما بنقلش عنه. برافو، نفس الاجابه، نفس اجابه كريم ما شاء الله، يعني نفس الفكره. هو ده يعني انا بقدم لكم بس الفرقه البطل بتبقى عامله ازاي، وناشئين النادي الاهلي بيبقوا عاملين ازاي، بيتكلموا نفس اللغه، نفس لغه النادي الاهلي. طب يعني السنه دي كان في ثلاث مباريات، يمكن هتكلم عن ثلاث بطولات، هتكلم عن المرتبط يمكن اكتر. المرتبط مش كل الفرق لعبتها، يعني كابتن اسلام دايما كان بيقول ان الجمهوريه الاقوى، ولكن المرتبط هو شايف ان هي مش البطوله الاقوى، هي الجمهوريه الاقوى. شايف نفس رؤيه كابتن اسلام يا بلال؟ انا شايف ان الجمهوريه اقوى عشان احنا بنلعب فرقه مره واحده، وهتكسبها هتخسرها. وفي المرتبط انت ممكن في فرقه ما لعبتهاش، يعني انت مثلا ما لعبتش الزمالك تهالي مثلا، لعبتهمش في المرتبط، ولا لعبنا الزمالك ولا لعبنا سموحة. بالظبط، يعني قصدي اقول لك ان المرتبط ممكن يتصفق، انما الجمهوريه هتشوف كل الفرق، هتشوف كل الفرق. فعشان كده يمكن البطوله دي بالنسبه لكم او الكاس ده كفاليو اعلى قيمه من المرتبط كمان. فعلا دي حقيقه. صحيح. طب خليني اجي لك يا كريم، يعني انت طبعا كابتن اسلام بيدي لك مهمات صعبه، وهي مهمات دفاعيه، الضغط على صانع الالعاب الناحيه الثانيه، نقل الملعب، السرعه، الشوتنج، الحاجات دي كلها، يعني ازاي بتتمرن على الكلام ده، او ازاي كابتن اسلام بيعدك للكلام ده؟ والله هو يعني بيخليني نجهز قبل التمرين كويس، ما يحصلناش اصابات، وبنتمرن بكل جهدنا. يعني طب يعني مثلا نتكلم على الضغط على البوينت جارد، هل في التمرين دايما بيقول لك كريم اضغط يا كريم اضغط، علمك ازاي تضغط على البوينت جارد؟ يعني قال لك ايه في الجزئيه دي؟ اه طبعا، يعني اقعد على رجليا، ما احاولش اقطع الكوره، تمام، يعني ما احاولش امدي ايدي عشان ما اتكلش. برافو، صح، بفضل مركز على اللعيب. دي اكبر خطا بيقع فيها اللعيب اللي بيضغط على البوينت جارد، يحاول يقطع الكوره. ما تقطعش الكوره، انت مجرد حطك تحت ضغطه دي، يا اما الكوره تلاقيها في ايدك، يا اما هو هيغلط في الباص وهيتعب. برافو، او هيتعب. صح، برافو عليك. يعني يمكن كابتن اسلام كان عدك او يعني خلاك مستعد للمهمه دي. طيب في الشوتينج، هل انت كنت بتيجي الصبح؟ هل بتشوت وقت اكتر زي ما بلال كان بيقول قبل التمرين؟ كنت بتعمل ايه عشان تعلي نسبتك؟ اه طبعا قبل التمرين، ولا لو جنبي ملعب فاضي في الحته ساكن جنبيها، افضل انزل اشوت الصبح. برافو، اتمرن. انت ساكن فين؟ في مدينه نصر. طيب هل كنت بتنزل مثلا اهلي مدينه نصر؟ اه بنزل الصبح مدينه نصر شوت. الصبح في الملاعب البلاط. اه برافو عليك. كنت تنزل الساعه كام كده عشان اجي لك؟ بنزل اروح على مدينه نصر فاروح ابص عليك. كنت تنزل الساعه كام كده؟ يعني ساعات قبل المدرسه الصبح. برافو عليك، ده بدري قوي. اه بنزل الساعه 6 او 7 كده الصبح. بس الباب بيبقى مقفول، بتنط السور ولا ايه؟ لا بيبقى مفتوح. بس اللي عايز يبقى بطل بيعمل كده. بتروح الصبح بدري قبل المدرسه، او ممكن في ايام الاوف داي، ولا الجمعه مثلا بالليل يكون الملاعب فاضيه. برافو عليك. مين اللي بيوديك؟ والله ساعات لوحدي، وساعات مع اخواتي بننزل نشوت مع بعض ونلعب مع بعض. صح، ودي رساله لكل اولادنا ولكل اللي بيشوفونا، ان اللي عايز بيبقى بيعمل. يعني ما شايفين كريم كان بينزل يروح لاهل مدينه نصر الساعه 7 الصبح، هو بيتمرن في الجزيره في سن الشباب اللي طبعا الشباب بيفكر انه يخرج، بيفكر انه يبقى مع اصحابه، ولكن لما وجه طاقه الشباب في تمرين، هي ده الهدف من الرياضه. سيبكم انه يبقى بطل او يبقى معانا كاس زي ده، طبعا دي يعني شيء قدري بحت ان يكون ابطال زي ابطالنا المورينا، ولكن الاساس في الرياضه اللي بيقوله كريم، ان انت عندك هدف واللي هيتعب هيلاقي. طب قول يا كريم، يعني يمكن برضو كنت بسال كل ضيوفنا او كل ابطالنا اللي معانا النهارده مثلهم الاعلى، مين مثلك الاعلى؟ والله بحب طريقه ايهاب امين قوي. فعلا ما شاء الله ايهاب امين سريع وديفنس. يعني السوفت وير عندكم كله بنظبط على ايهاب امين. طب ايه اللي بيعجبك في ايهاب امين؟ ديفنسه سريع، الميديم شوت بتاعته حلوه. بيعرف يعدي ما بين اللعيبه. شايف ان انت يعني فيك منه؟ اصل خلي بالك، كل ما واحد يقول لي مثلا اعلى اعرف اظن فيه منه. يعني 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 انت فيك من ايهاب امين. فيك السرعه، فيك الشوتنج، بتعرف تفوت ما بين اللعيبه، صح؟ بقول لك طبعا طالما انت ماسك الاعلى كده اكيد انت بتحاول تكون زيه، فهيبقى فيك منه. نفس كلام يا بلال، انت مين ماسك الاعلى؟ ابراهيم الجمال. هاي برافو.
برافو. طبعا لعيب كبير جدا ونجم، خلي بالك يعني انت صاحب بطولات كبيره. طب ايه اللي عجبك في ابراهيم الجمال؟ ابراهيم الجمال لعيب عنده روح كويسه، عنده شوطه، عنده الدخل، عنده ديفنس كويس، عنده كل حاجه. صحيح صحيح، لعيب حرفيا مش ناقص اي حاجه. احنا فعلا النهارده السنه دي خسرانينه عشان الاصابه، بس ان شاء الله يرجع وان شاء الله يكون يعني اضافه قويه لعودته مع الفريق. طب خلينا نتكلم برضو عن المنتخبات، هل انت دخلت منتخبات سنك بلال ولا لسه؟ انا دخلت السنه اللي فاتت منتخب بس ما حصلش نصيب، ما كملتش يعني، دخلت في التصفيات الاولى. انا دخلت في التصفيات الاولى وكملت لحد الاخر شويه بس خرجت، اشتغلت على نفسي والحمد لله دخلت السنه دي تاني وبروح تجمعات. برافو برافو، يعني دي برضو رساله لكل الشباب، ما حدش يحبط. بالظبط، يعني دخلت منتخب وخرجت ما فيش مشكله، عندي فرصه تانيه وثالثه ورابعه، ما فيش اي مشكله. طب بالنسبه لك هل كان في فرصه انضميت المنتخب او حاجه؟ السنه اللي فاتت كنت من اخر 20 واحد في القاهره، ما شاء الله هايل، وما كانش ليا نصيب في الاخر. مفيش مشكله، اتجمعت السنه دي تاني الحمد لله ومكمل لغايه دلوقتي. برافو عليك، برافو. يعني برضو نفس الرساله بلال وكريم، نفس القصه، ان الموضوع ملوش علاقه بان انا مشيت. يعني عمرو زهران ما دخلش ولا منتخب في سنه، عارفين كده دلوقتي بقى نجم، ودلوقتي داخل المنتخب الكبير. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا كلنا دخلنا منتخبات صغيرين، عمرو زهران ولا بيبو زهران دخل منتخبات شباب. اللي بيشتغل ربنا بيديله. برافو يا عيني عليك، قول تاني كده بلال. اللي بيشتغل ربنا بيديله. صح، برافو عليك، اللي بيشتغل ربنا بيديله، لان هو فعلا هو ده الهدف من التعب، ان انت تشتغل على نفسك. وانا عاجبني ان انتوا شباب ما شاء الله لسه 18 سنه وعندكم الفكر ده، انتوا فعلا هتكسروا الدنيا صدقوني. يعني حتى لو لا قدر الله لعيب منكم ما تسجلش في الفريق الاول وراح اعاره ورجع، بس حتى كده هتكسروا الدنيا. يعني الفكر ده يكسر الدنيا. طب قولوا لي يعني على حاجه طريفه حصلت، احكي لي يا بلال كده على حاجه طريفه حصلت في البطوله، اخر النهائيات في الاخيره، حد جه متاخر في الباص، كابتن اسلام، يعني ولا انتوا مفيش مواقف خالص، انتوا جد على طول؟ لا احنا كلنا لازم نبقى ملتزمين بالميعاد. مفيش موقف طريف، حاجه مع لقطه، مع حكم، مع حاجه؟ مفيش. لا لا خالص. ايه انت ضحكت، يبقى افتكرت حاجه. مفيش حاجه. مفيش حاجه تاخدينها جد؟ لا كنا واخدينها جد عشان مفيش حاجه في المعسكرات. لا كنا عايزين نكسب بطوله واخدينها جد قوي. جد، مفيش وقت للضحك. لا مفيش وقت للهزار. طيب خلينا نتكلم عن يوم المباراه برضو. ايه، نحب نحط الساده المشاهدين في يوم المباراه. كل فرقه عندها طقوس بتعملها. احنا النهارده مثلا عندنا سبورتنج مباراه، مثلا احنا قاعدين في معسكر في اوتيل، بلاش نقول ان احنا جايين من بيوتنا او جايين مثلا المباراه في 6 اكتوبر، نتكلم في المعسكر، بتعملوا كفرقه؟ كابتن اول حاجه قبل الماتش بيوم الفطار. لا هات لي الفطار بقى، الفطار بتعملوا ايه؟ الفطار لازم مطاس مهروسه، ده شيء اكيد. في الفطار ده لو في فطار وفي غدا، لو مفيش غدا يبقى على طول فراخ مشويه و على الفطار. على الفطار يعني من نوع الدب، على طول فراخ مشويه ومكرونه او رز. طب حلو كويس، عشان اهم حاجه طبق السلطه. برافو عليك، ده قبل الماتش باربع ساعات، ثلاث ساعات ونص. حلو، طيب قبل الماتش بقى على طول بنعمل ايه؟ قبل الماتش الكابتن معانا في الاوضه وبنتكلم على الفرقه، وفي محاضره طبعا تبقى طويله شويه قبل الماتش، وبننزل بنبقى حافظين الفرقه اللي قدامنا قبل ما نحفظها لكم كابتن اسلام. هل في فيديوهات بتتقطع يا كريم ولا لا؟ بيقطع لكم ساعات فيديوهات يعني لو في، انتوا لسه برضو صغيرين، مش كل الماتشات مذاعه، بس لو في ماتش مذاعه بيقطع لكم، بيقطع لنا ويورينا الشوتر اللي يخش واللي بيلعب على شمال واللي على يمين. قبل الماتش بيوم على الواتساب بنتفرج عليها وبيسالنا فيها تاني يوم، بيحفظكم. يعني بتبقى انت نازل عارف ماسك مين وبيعمل ايه، بيخش شمال ولا يمين، يشوت من بعيد ولا من قريب، وبتلاقي ده فعلا في بامانه. أيوة، تنزل بيساعدك. وانت بلال بيساعدك الكلام ده فعلا؟ يعني بتنزل تلاقي اللعيب ده بحافظ اللعيب اللي قدامي هو بيعمل ايه، داخل يمين ولا داخل شمال، بيشوط من بعيد ولا من قريب، انا حافظ هو بيعمل ايه. طب بالنسبه لك يا بلال، يعني ممكن سالت كريم بس ما سالتكش، ايه المهام واللي بيطلبه منك الكابتن اسلام؟ يعني يمكن كان كريم بيطلب منه الضغط على البوينت جارد، الشوتنج، السرعه، الفاست بريك، بيطلب منه بعض الامور، انت مطلوب منك ايه؟ الديفنس ده اول حاجه عند كابتن اسلام. بتدافع على مين الناحيه الثانيه؟ بدافع على مين انا حتى؟ يعني انت بتمسك مين؟ جاردات؟ بتمسك سناء جاردات؟ بتمسك جارد الطويل ولا الجارد القصير ولا السريع ولا الطويل؟ على حسب اللي معايا في الملعب. كويس، برافو. يعني انت تقدر تمسك ده وتمسك ده. خلي بالك في جاردات بيدافعوا على الطوال احسن، في جاردات يدافعوا على القصيرين احسن او السرعة. انت بالنسبه لك مفيش فرق. طب ايه تاني كابتن اسلام بيطلبه منك؟ اول ما الكره تتلم نكون الناحيه الثانيه. طيارات. طب لو لميت قبل ما نجيب ريباوند؟ يعني الكره ما اتلمتش وانت جريت مثلا، ده ما بيحصلش. لا ده ما بيحصلش، الكره تتلم نجري. لو جرينا قبل ما الكره تتلم صح، البنش ما بيوسعوا لك البنش. يعني لو جريت قبل ما الكره تتلم بيروح زمايلك على البنش يبصحلك مكانك عشان تخرج. كريم بقى
هو ده اللي بيحصل، خلي بالك بس انا عارف. فتلاقي زمايلك وسع وسع، عم بلال ده جاي دلوقتي عشان يتاخد مني ريباوندات. طب قول لي كابتن اسلام في الملعب، انا بكلمكم كلام بيحصل، طيب في الملعب اكتر حاجه بتضايقه الدفاع، يعني لو حد قصر حصل منه انسايد بنتريشن، تاخد منه ايزي ريباوند في الديفنس، ما دخلش في الاوفنسيف ريباوند، انت بتبقى لما حاجه زي كده بتحصل وتعرف انها حصلت منك بتبص لكابتن اسلام ولا بتطنش يمكن ما ياخدش باله؟ لا هو طبعا ممكن نبص شويه، بس اهم حاجه ان انت تعود اللي انت عملته غلط. برافو، صح. يعني غلط انت عملته تعوضها بحاجه حلوه تعملها. صح، لانه الكوتش معلش انا اسف يعني مش كابتن اسلام، اي كوتش مش بعبع اونلاين، هو مش انت المفروض انت اللي بتحاسب نفسك الاول، يعني انت المفروض ما تبصش على الكوتش، انت تحاسب نفسك الاول، فانت بتبقى عارف انت عملت ايه. صح، بتبقى عارف الخطا جه منين، عارف الخطا وحاول اصلحه باسرع سرعه بقى. اه يعني تعمل حاجه احسن، يعني مثلا تاخد منك ستيل ترجع تجيبها تاني عشان تديها لفريقك، نفس الكلام مبلغ. صح، هو كابتن اسلام عنده حته كويسه ان هو ما بيزعلناش واحنا جوه الملعب، بيزعلنا في التايم اوت. عندنا حاجه قايله لنا نيكست بلاي، انت لما تعمل حاجه وحشه تروح تعوضها بحاجه كويسه على طول. حلو جدا، نيكست بلاي والستاندرد كلام، يعني بص انا عرفت ازاي جبت المصطلحات. طيب يعني انتوا في العادي يعني كابتن اسلام بيتبع النظام انه ما بيزعقش، يمكن على فكره الدرجه الاولى كده برضه مستر جوستي بوش في التايم اوت حدث ولا حرج، ولكن اثناء المباراه ما بيزعقش لحد. فعلا اثناء يعني في الماتش الكابتن بيبقى هادي جدا جدا، واضح ان الاسلوب ده هو اللي بيجيب نتيجه مع اللعيب، هو ده اللي بيجيب نتيجه. غير التمرين خالص. صحيح، غير التمرين. نورتوني شرفتوني يا بلال بجد، انا سعيد بيكم. احنا سعداء بحضرتك. لا طبعا ده شرف ليا، وان شاء الله وقت قصير نلاقيكم ابطال قد الدنيا ان شاء الله. نورتوني يا بلال. نور حضرتك. كريم نورتني يا حبيبي، وان شاء الله اشوفك مكسر الدنيا ومنتخبات وحاجه جميله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع فريق 18 سنه كره السله. الحقيقه انا عايز اقول لكم ان انا ببقى سعيد الحقيقه لما بغطي الحلقات دي ونبقى معانا شباب طالع في سن 18 19 سنه في الوقت اللي كل سنه بيفكر في حاجه وبيفكر في حاجه ثانيه، ودي اهميه الرياضه ان هو يتوجه للتوجه الصحيح، وهو ده سياسه الدوله الحقيقه ان كل الناس تمارس رياضه، لو ما قدرش على مستوى البطوله ولكن على مستوى حياته يبقى لايف ستايل هي ممارسه الرياضه. بشكركم شكرا جزيلا، مستنونا بكره باذن الله في الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراه الساعه 5:30 والسادسه مباراه الاهلي ومصر التامين في الجوله الثانيه من الادوار الاقصائيه. شكرا جزيلا.